قام السفير الفرنسي في القاهرة فيليب كوست بتكريم نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري بتقليده وسام جوكتر الشرف برتبة فارس خلال احتفال حضره العديد من رجال الأعمال والإعلاميين. ده نجيب ساويرس أشهر من نار على العالم طبعا، رجل الأعمال مشهور، وهنا وهم بيقلدوه الوسام. هنا مرات نجيب ساويرس وأولاده. أثناء الاحتفال، وهنا لميس الحديدي ومرات نجيب ساويرس ونجيب ساويرس. هنا نجيب ساويرس مع مراته. هنا الأب أنسي ساويرس ونجيب ساويرس وسميح. والده هو أنسي ساويرس وشقيقاه ناصف وسميح. وأوضح السفير أن اختيار نجيب ساويرس جاء من جانب جاك شيراك رئيس فرنسا السابق ساعتها، الذي أكد أنه لولا جهود نجيب ساويرس لم تكن للجامعة. ده سميث نجيب ساويرس وناصف ساويرس وسميح ساويرس. الفرنسية في مصر أن ترى النور. من جانبه قال نجيب ساويرس أنه سعيد بحصوله على هذا الوسام الرفيع، وأكد أنه لولا مساندة فرنسا ما كان حقق ما قام به في مجال الاتصالات. تاريخ عائلة ساويرس. بدأ أنسي ساويرس حياته العملية في صعيد مصر، حيث أسس شركة للمقاولات عرفت في البداية باسم لمعي وساويرس. وانفرد أنسي بالشركة عام 1950 واتسع نشاطها بشكل غير مسبوق. أنسي ساويرس بدأ من الصفر سنة 1950، يعني منذ ما يزيد على نصف قرن، وكان عمره في ذلك الوقت 20 سنة. تخرج في كلية الزراعة لكنه لم يتصور نفسه فلاحا. ده الأب أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس. فقام بتغيير مجرى حياته كلية واتجه للمقاولات التي يحبها. كان ذلك المجال جديدا عليه تماما، ومن حسن حظه التقى بإنسان تعلم منه المهنة على أصولها، وهو المرحوم لمعي يعقوب الذي كان غاية في الذكاء ويفهم عمله جيدا وموهوبا في الحسابات. رغم أنه لم يكن خريج جامعة، لكنه حصل على الدكتوراه في الحياة والدنيا التي عاش فيها. في سنة 50 تكونت شركة لمعي وأنسي للمقاولات، والعنوان التلغرافي لهذه الشركة هو أوراسكوم، الذي أطلقه أنسي ساويرس في سنة 1977 على شركته الخاصة التي أسسها بعد عودته من ليبيا. وبدأ بثلاثة موظفين فقط، ومنهم ابنة أخته وتدعى نبيلة المنقبادي ومهندس اسمه شريف فانوس. انطلقت الشركة الوليدة من حجرتين وصالة. هذه الأيام تمر حوالي 39 سنة على قيام هذا الكيان الاقتصادي الذي بدأ صغيرا ثم تحول لعملاق ضخم يضم آلاف العاملين. وسر النجاح كما أخبرتك يرجع إلى الحرص على تعليم أولاده في أرقى جامعات العالم، بالإضافة لكل واحد من فرسانه الثلاثة ينطبق عليهم المثل القائل ابن الوز عوام، يعني شاطر زي أبوه. عام 66 غادر أنسي مصر لليبيا، وهناك احترف أعمال التوكيلات والمقاولات واستمر يمارس نشاطه حتى عام 75. مع بداية عصر الانفتاح الاقتصادي وافتتاح الأسواق المصرية قرر الرجل العودة لمصر. كان من الطبيعي أن يستثمر خبراته الواسعة في مجال المقاولات، فأقام شركة أوراسكوم للمقاولات. ورغم كل الظروف الصعبة التي مر بها أنسي ساويرس، إلا أنه كان حريصا على تعليم وتدريب أولاده الثلاثة سميح وناصف ونجيب. وكما يقول نجيب ساويرس: لقد كان من أعظم قرارات والدي المبكرة أنه وضع استثمارات هائلة لتعليمنا وتزويدنا بأفضل مستويات الخبرة، حيث كان يرى أن أولادهم رأس ماله الحقيقي. كان أجرأ قرار اتخذه أنسي ساويرس في حياته هو إيفاد أولاده الثلاثة للتعلم بالخارج. أرسل نجيب إلى سويسرا للالتحاق بمعهد بولي تكنيك، معهد معروف بتخريج القادة وكبار رجال الإدارة العليا بأوروبا. وأوفت سميح لجامعة برلين، وناصف إلى جامعة شيكاغو المتخصصة في الأعمال والمال. وكأن الرجل أراد أن يجمع بين الدقة السويسرية والماكينة الألمانية وصناعة البيزنس على الطريقة الأمريكية. وبالفعل كان له ما أراد. فعندما عاد أولاده الثلاثة إلى مصر
وتدار عملها بأسلوب خاص يمكن أن يطلق عليه اسم إدارة العائلة، الذي يعود إلى ترابط عائلة أنس ساويرس، حيث يحرص أفراد العائلة على الاجتماع على الغذاء 3 أو 4 مرات أسبوعيا، حيث يتم مناقشة كل شيء، السياسات العامة والمشروعات. وكما يقول نجيب ساويرس: نحن لا نعمل بمفردنا في كل المشروعات، بل نعمل بأسلوب المجموعات الاستثمارية، ولنا شركاء في شركات الأسمدة. مجموعة أوراسكوم وصل حجم استثماراتها في مصر من عام 95 وحتى الآن ل 900 مليون دولار، حوالي 2 ملياري جنيه مصري في أنشطة محددة مثل مصنع الأسمدة ومصنعين للأسمنت وتالك الحديد والصلف. نجيب ساويرس: كانت مؤسسة أوراسكوم للمقاولات أصغر من أحلام الابن العائد من سويسرا نجيب، فقرر أن يجرب حظه في نشاط آخر، فاتجه للحصول على التوكيلات الأجنبية، ثم اتجه بنشاطه بعد ذلك للسكة الحديد، وبالتالي توسعت الشركة الأم. نجيب ساويرس رئيس مجموعة أوراسكوم المصرية، مجموعته ستستثمر ما لا يقل عن 900 مليون دولار في قطاعات الاتصالات المتنقلة والثابتة بالجزائر قبل نهاية عام 2006، وإنشاء مصنع أسمنت ثالث بنفس البلد. وكان رجل الأعمال المصري المعروف يتحدث في الجزائر بمناسبة احتفال شركة جيزي للاتصالات فرع أوراسكوم بالجزائر ببلوغ 5 ملايين مشترك في شبكة الهاتف الجوال. وقال ساويرس إن مجموعته ستستثمر 500 مليون دولار في الهاتف الجوال، مشيرا إلى أن مناخ الاستثمار في الجزائر يتغير نحو الأحسن. وعن تجربة أوراسكوم في العراق قال نجيب ساويرس إن دخوله السوق العراقية كان مجازفة، لقد أردت أن أكون من الذين يشاركون في بناء عراق جديد، فنحن موجودون في هذا البلد الجريع على سبيل التضامن مع شعبه، وهو نفس ما قمنا به في الجزائر عندما قررنا شراء الرخصة الثانية لهاتف الجوال عام 2001، حيث قيل لنا حينها: أنتم ذاهبون لبلد يعيش حربا أهليا واضطرابات في منطقة القبائل. ووصلت قيمة استثمارات أوراسكوم في الجزائر بعد 4 سنوات من النشاط ل2.5 مليار دولار، وهي بذلك أول مستثمر أجنبي خارج قطاع المحروقات. ده نجيب ساويرس، ثروة 2.8 مليار دولار. أنسي ساويرس 2.4 مليار دولار. سميح ساويرس: إلى أن جاء سميح الابن الثاني من ألمانيا، واستطاع أن يحول هواياته وحبه وعشقه للبحر والصيد إلى نوع آخر من التوكيلات والآلات البحرية. ثم بدأ ده سميح ساويرس مشروع الكبير في منطقة الغردقة المعروف باسم الجونة، الذي بدأ بمجموعة من الأكواخ الصيفية، اتسع بعد ذلك ليصبح مدينة كاملة تضم 7 فنادق عالمية و350 فيلا، تم بيع نصفها للإيطاليين ونصفها الآخر للعرب والمصريين. ولد سميح ساويرس في عام 57 في القاهرة، حيث درس في المدرسة الألمانية، وبعد أن اختتم دراساته في ألمانيا ترأس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية. شيدت الشركة مدينتين فندقيتين، وهي الجونة المطلة على البحر الأحمر ومرتفعات طابة في خليج العقبة. على مدى السنوات الماضية تمكنت شركة ساويرس من مضاعفة أرباحها الصافية، وفي عام 2005 بلغ الربح الصافي لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية 35 مليون فرنك. وعرضت حكومة كانتون أوري في سويسرا مشروع تحوير مخطط التهيئة العمرانية بما يسمح بإقامة مركز سياحي ضخم يعتزم المصري سميح ساويرس بناؤه في المنطقة. ومن المنتظر أن يؤدي هذا المشروع الكبير في صورة إنجازه إلى توفير حوالي 2000 فرصة عمل، وإلى تحقيق مداخيل مالية في حدود 120 مليون فرنك. رجال الأعمال ناصف ساويرس: واجتمعت الدائرة بعودة الابن الثالث ناصف من شيكاغو عام 82، وقرر أن يبدأ بطريقته من حيث بدأ الأب، فدخل عالم المقاولات. وهكذا أضاف كل ابن من أبناء الثلاثة حجرا لشركة هونسي ساويرس، ده ناصف ساويرس، لشركة أوراسكوم، حتى وصلت إلى الشكل الذي يراها عليه الناس. وإذا كانت مجلة فوربس الأمريكية قد حددت ثروة ساويرس بما يقدر ب 5.2 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم أو غيره يظل سرا من أسرار العائلة.
فإذا سألت أي فرد من الأسرة عن حجم استثماراتهم وثرواتهم الحقيقية سيقول لك لا أعرف، والأهم من ذلك أنه سيؤكد لك أنهم يدققون فقط في حجم الخسارة ولا يسألون أبدا عن حجم الربح. ده نواصف ساويرس الابن الثالث. وقررت مؤسسة ساويرس الاجتماعية والتي تقاسها السيدة لوزا ساويرس والدة رجل الأعمال نجيب ساويرس التبرع ب 10 مليون دولار لصالح المسيحيين في جنوبي السودان، وذلك في صورة مساعدات عينية، كما تقرر فتح حساب للتبرع لهم في ظل ما يعانونه من أوضاع معيشية سيئة. ومن المعلوم أن ساويرس عضو في المجلس الكنسي العالمي الذي يرعاه الفاتيكان، وهو عضو بأحد لجانه التي تضم عشرات من رجال الأعمال الأثرياء في العالم. ومن أهم شروط الالتحاق بالمجمع أن يكون رجل الأعمال ملتزما دينيا، وهو ما ينطبق على ساويرس الذي يرى فيه النموذج للمسيحي العربي الملتزم دينيا وماليا. عقد أخيرا في سنغافورة أن شركته تنوي السيطرة بالكامل على شركة هيتش ستون والتي تتخذ من هونج كونج مقرا لها. وقال ساويرس أن مفاوضاته بهذا الصدد وصلت لمرحلة متقدمة، وإن كانت هناك خلافات بسيطة بين الجانبين على السعر. يذكر أن أوراسكوم تستثمر في الجزائر وباكستان وتونس والعراق وبنجلاديش وزيمبابوي بالإضافة للهند في مجال التليفون المحمول. نجيب ساويرس.